إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. حتى يتبين لهم أنه الحق، هذا العنوان هو جزء من الآية 53 من سورة فصلت، حيث يقول ربنا جل جلاله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآية القرآنية تأخذ بألبابنا بعقولنا للنظر في هذا الكون الفسيح، للنظر في كتابي الله المفتوح والمقروء. الكتاب المقروء هو الوحي الطاهر الذي في صدورنا وبين أيدينا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والكتاب المفتوح هذا الكون الفسيح، وقد أمرنا ربنا بالنظر كما في سورة آل عمران الآية 137: قل سيروا في الأرض فانظروا. أمرنا بالنظر، بالتأمل، بالتدبر. وقد وردت هذه الألفاظ في العديد من السياقات، تجاوزت الألف في القرآن الكريم. التعقل، النظر، التدبر من أجل إعمال العقل هذه الملكة، هذه النعمة العظيمة التي منحها الله لنا، لابد أن نحسن استثمارها. فإذا استخدمنا عقولنا بالنظر والتدبر والتأمل، سنصل حتما إلى ما قال ربنا في سورة فصلت: حتى يتبين لهم أنه الحق. وبذلك نحقق الإيمان المنشود. ومن الآيات الدالة على ذلك ما يلي: قال ربنا في سورة ياسين الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. هذه الصيغة صيغة عموم تفيد تستغرق الجميع، ما نعلم وما لا نعلم. سبحان، تعظيما لشأن لله، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، هذه الزوجية المبثوثة في الكون، في عالم البشر، في عالم الحيوان، في عالم النبات، في عالم السحاب، في عالم الذرة، في جميع العوالم، ما نعلم وما نجهل. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ليظل الإعجاز القرآني قائما أبد الآبدين. تدعون هذه الآية إلى النظر والتدبر والتأمل. الآية المشابهة لهذه الآية هي الآية 49 من سورة الذاريات: ومن كل شيء خلقنا زوجين، تفيد العموم والشمول. ومن كل شيء خلقنا زوجين، الآية 49 من سورة الذاريات.
وإذا بقينا مع سورة الذاريات نقرأ في الآية السابعة من هذه السورة: والسماء ذات الحبك. انظروا إخواني كيف أن القرآن يأخذ بالعقول للنظر والتدبر، النظر إلى السماء. لا يحتاج الإنسان إلى أن يكون عارفاً عالماً بعلم الفلك، لا شك أن عالم الفلك يدرك ما لا ندرك، ولكن ما ندركه بأبصارنا يكفي، يحقق المقاصد والغايات. ربنا قال: والسماء ذات الحبك في الآية السابعة، وفي الآية رقم 20: وفي الأرض آيات للموقنين. لا ينظر في هذه الأرض فقط علماء الجيولوجية طبقات الأرض أو علماء الفلاحة، الجميع يجب أن ينظر. ربنا قال: وفي الأرض آيات للموقنين. الآية التي تليها الآية 21: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا تبصرون. وفي الآية 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي الآية رقم 50 ربنا يقول لنا جميعا: ففروا إلى الله. نسأل الله أن يجعلنا ممن يفر إليه. استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. إذا كنا من الذين يتأملون وينظرون ويتدبرون في كتاب الله العزيز وفي هذا الكون الفسيح، سنحقق المقاصد والغايات، وعلى رأسها نحقق أعظم مشروع في الحياة، وهو مشروع الإيمان، لنكون من المؤمنين، من الذين ينسجمون مع هذا الكون، من الذين يتناغمون مع جميع عناصر الحياة، وبذلك نجني الثمرات. ومن هذه الثمرات أولاها السكينة التي نحيا بها، وقد ربطها الله بالإيمان في مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. سورة الفتح الآية الرابعة. وفي سورة التوبة الآية 40 ربنا قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ابن عطالة السكندري قال: من وجد الله فماذا فقد؟ نعية الله. إن لا تحزن إن الله معنا. النتيجة: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. السكينة ثمرة من ثمرات هذا الإيمان ومعرفة الحق جل جلاله. ومن ثمرات الإيمان الثبات. ما أحوجنا إلى الثبات أمام الهزات وأمام الصدمات وأمام الابتلاءات وأمام الفتن. ربنا هو الذي قال لنا في سورة إبراهيم من الآية 24 إلى غاية الآية 27، وأكتفي بذكر الآيتين 26-27. ربنا يقول: يثبت الله الذين آمنوا. هذه ثمرة عظيمة من ثمرات الإيمان، الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومن ثمرات الإيمان أيضا الأخوة التي نحن في أمس الحاجة إليها. الأخوة كما في سورة الحجرات الآية 10: إنما المؤمنون إخوة. لنحيا مع هذه الرحم ونترجم هذه الرحم في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الاقتصادية، في حياتنا السياسية، في حياتنا الثقافية. إنما المؤمن إخوة، هذه ثمرة من ثمرات الإيمان، كلها مربوطة بالإيمان ومعرفة الحق. ومن ثمرات الإيمان العمل الصالح كما في سورة الكهف الآية الأخيرة:
من الصورة الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه، طبعا المؤمن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن ثمرة الإيمان لا نحصيها عددا. نسأل الله عز وجل أن نكون من المؤمنين حقا، ونسأل الله أن يرحم جميع موتانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم وفق شبابنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اجعلهم جميعا من أعلام الهدى، اللهم اجعلهم من مصابيح الدجى. اللهم وفق إخواني وأخواتي العاملين في هذه البلدة الطيبة وفي هذه الولاية الكريمة إلى ما تحب وترضاه. اللهم يا رب ارعاهم بحسن رعايتك. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تنظر إليهم وأن تنظر إلينا جميعا بعين رحمتك. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ البشرية قاطبة من كل بلاء ومن كل وباء. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا رحمكم الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.